القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول تؤكد سلامة أفراد الجالية التونسية. وتركيا تعلن اعتقال منفذ اعتداء إسطنبول وتتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه. أهلا بكم في التفاصيل. نظم الفريق الطبي وشبه الطبي بمركز الصحة الأساسية زهروني أمس تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري. وقد تضمن اليوم المفتوح عيادات طبية في طب الأسنان وقيس السكري وتقديم حصص توعوية وتثقيفية عن التغذية السليمة، وذلك لإفادة مجموعة من الأطفال بدار الشباب الحريرية. شرعت فرق النظافة التابعة لبلدية صفاقس مساء الأحد في حملة مكثفة لرفع أكوام الفضلات المتراكمة منذ أسبوعين في الأحياء والساحات العامة والشوارع والأنهج، وذلك بمساعدة إحدى المقاولات الخاصة التي جندتها الولاية للغرض. وقال رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن إقرار هذه الحملة هو بغاية التقليص من حدة الأزمة ومعاناة المواطنين في غياب حل لهذه المعضلة إلى حد الآن، مع رفض المواطنين للمصبات المقترحة من اللجنة الاستشارية للتصرف في أزمة النفايات بصفاقس. قال وزير التكوين المهني والتشغيل والنطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي أنه تم إطلاق أو الانطلاق في عملية تثبت في جميع الشهائد العلمية بكل الوزارات. وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء أمس تحدث الوزير عن تبادل للمعطيات بين جميع الوزارات، مؤكدا أن الجرد متواصل الشهائد العلمية. وأفاد نصيبي بأنه تم إحالة حوالي 15 ملفا على القضاء، مشيرا إلى تركيز منظومة للختم الإلكتروني للشهائد لوضع حد لعملية التدليس. انتهت أشغال المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفوز قائمة المترشح بسام الطريفي ب 12 عضوا مقابل عضوين عن القائمة المنافسة لبشير العبيدي وعضو مستقل. وقد تم إسقاط بشير العبيدي وتصعيد تركيا الشيبي بدلا عنه بعد الاتفاق على تصعيد امرأة لإتمام النصاب من عضوية النساء. نددت تونس بشدة بالعملية الإرهابية التي جدت أمس بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وإصابة آخرين وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التركي وتقدمت إليه وإلى أسر الضحايا بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة وفق البيان. أكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول في بلاغ مساء الأحد على فيسبوك سلامة أفراد الجالية التونسية أثر عملية التفجير بشارع تقسيم، وأعلنت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى المواطنين التونسيين إلى حد الآن. وأكدت أن القنصلية العامة باتصال مستمر مع السلطات التركية المعنية، وطلبت البعثة الدبلوماسية من أفراد الجالية الإبلاغ عن حالة الغياب أو الفقدان على رقم القنصلية العامة. وأعربت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول عن بالغ أسفها وتضامنها مع عائلات الضحايا على إثر الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول يوم أمس، والذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. من جهته أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الاثنين اعتقال شخص ترك قنبلة تسببت بانفجار إسطنبول، متهما حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه، فيما وصف نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي أمس الأحد الانفجار الذي هز شارع الاستقلال المزدحم بمنطقة تقسيم بالاعتداء الإرهابي. وقد أدى الانفجار لمقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، جروح 2 منهم بالغة الخطورة بحسب آخر حصيلة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح أن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هويتهم.
وأكد أردوغان أن الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه، واعتبر أن التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تدين الهجوم الإرهابي بتركيا، والقنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول تؤكد سلامة أفراد الجالية التونسية. تركيا تعلن اعتقال منفذ اعتداء إسطنبول وتتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة الحيتفام، لكم أجمل تحية. سهم حمدي في أمان الله.